سلام شيرات، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. دروك بغيت جيتكم واحدة بهذا الفيديو، بغيت نوريكم غير هذا. ان شاء الله تكونوا تعرفوه. هذا حنا عندنا في الجزائر يقولوا له البلوط، بس عندنا ما عندناش هذا الشكل، عندنا داك الشكل يجي طويل هكا، اسمه البلوط. هنا عندنا في سويسرا ولا في هناك في اوروبا عندهم هذا باللغة العربية يقولوا له كيستيناء، الكيستيناء. وفي فرنسي يقولوا له مارون، حنا عندنا هنا بالالمانية يقولوا له ماروني. الماروني، هذا الماروني هنايا كما راكم تشوفوا، بغيت نوريكم كيفاش نديره. بغيت نقليه، شوف يقولك قطعيه هاك خط، ولا تنجمي ديريه على شكل زائد ونديروه في الماء مدة 10 دقائق. هذا الماروني كما راني نقولكم علاه جبته لكم ديال الخضرة باه تشوفوا كي داير. هو الفصل تاعه فصل خريف، يعني رانا في وقته، بصح مي دوماج هنا في سويسرا ينباع غالي بزاف عندنا، مش كما في ميلوس في فرنسا ولا ينباع شوية موان شيغ. هنا عندنا ماروني كما نقولو حنا هو دو سونتخ في تحت في زوريخ، ولا نقعدو ندورو كما نقولو نشرو غي هاكا، يعطينا يقد هاكا 5 حبات ولا 6 حبات ولا مقليين بسان فرون ولا 6 فرون، يعني تنقام علينا بدراهمنا كما نقولو حنا بجزاير شحال، 100 ميل ولا 120 ميل. تخيلوا 120 ميل يعطيك 5 حبات من هذا مقلي، هذا مكان. أما لي معاكم عارفين الصغار يبغو يصالحو بزاف، قلت علاش لا نولي نشريه، نشريها كخضر وفي الدار نوجدها لهم وياكلوه بصحتهم، ياكلو حتى يشبعوا كيما نقولوا حنايا. هيا قلت علاش نوري خواتاتي كيفاش يديروا له هذا. راكم تشوفوا هكا، غادي كاع نقطعيها كندير له زائد ولا خط هكا، نديرها في الماء مده 10 دقائق كيما راكم تشوفوا. الشيرات ها هو صايفات عليه مده 10 دقائق دروك. انا عندي هذه دائما دايرتها سبيسيالي هذه باش نقلي فيها، يعني ما نستعملش المقله تاعي جديده. نديرو هاك والغاز تكون متوسطة، ونفرغو غير شوية ما كما هاكا، نديرو عليه غير شوية ما ونخلوه، نغطوه ونخلوه حتى نشوفو الما نشف وبدا كما نقولو حنايا يتقل، يتقلى غير بشوية بشوية حتى ينقلى كاع غاية، وبدا الحبة تبدا تطردق هاكا وتنحل. راكم تشوفوا هنا صاي بدا ينحل، بدات الحبات تفتح، هذوك الخطوط بداو يتفتحوا كاع. اي فوالا شيرات، وكي جا جا على ما بخوف، شفتوا كيفاش ما داش وقت كبير، ما با 20 مينوت ولا ربع ساعه، شوفوا 5 دقائق يتقشر وينحل كما راكم تشوفوا. شو كيجي داير، يجي طايب ويجي علامه. ان شاء الله خواتاتي تكون هذه الطريقه اللي طبخ هذا الكستناء وهذا الماروني، ان شاء الله تكون طريقه سهله وتكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها. علاش لا، نخليكم على خير ان شاء الله. ما تنسونيش خواتاتي بلايك وتعليقات، تسوحكم الشباب بزاف، ربي يحفظكم ويخليكم على خير ان شاء الله. امسيه سعيده.